اليوم حنا جينا درنا واحد الوقفه احتجاجيه ضد القرار اللي اتخذته السويد ضد الصحراء المغربيه، وحنا رافضين رفضا تام، وجينا حنا كنأيدوا صاحب الجلاله على جميع القضايا اللي كيطرأسها، وهاد الناس اللي محتاجين شي الكيا يمشي ياخذوا له قلبوا على موقع ديالهم في تيندوف يديوهم عندنا بغرض. حنا هاد الناس هادو وعلى الارض ديال الصحراء ديالنا كنموتوا عليها، وغادي نولوا الدم ديال النبيس باي طريقه.